السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية، مرحبا بكم. درسنا لهذا اليوم سيكون الإملاء، همزة الوصل والقطع. السؤال الأول، أميز بين همزة الوصل وهمزة القطع فيما يأتي. اختار، همزة وصل. أعضاء، همزة قطع. المجموعة، همزة وصل. المشروع، همزة وصل. أثناء، همزة قطع. الحصة، همزة وصل. أغرب، همزة قطع. الغرائب، همزة وصل. الصين، همزة وصل. أهلها، همزة قطع. الصور، همزة وصل. الآدمية، همزة وصل. أو، همزة قطع. الطبيعة، همزة وصل. السؤال الثاني، أضبط بالشكل التام همزة الوصل وهمزة القطع فيما يأتي. اقترب موعد الذهاب إلى المآثر التاريخية. أكمل أحمد مشروع الوحدة. السؤال الثالث، أرسم همزة الوصل أو همزة القطع المناسبة فيما يأتي. سور الصين العظيم من أكبر المباني المعمارية المشيدة، وأطول سور في العالم يعود تاريخه إلى أكثر من 2300 سنة. السؤال الرابع، أقرأ الجملة وأبرز نطق الهمزة أو عدم نطقها، وأحدد نوعها وفق الجدول الآتي. أثار الحضارة الأندلسية ظل أعمق في المدن منه في البوادي. أثار، أعمق. أنطقها، نعم. نوع الهمزة، همزة قطع. الحضارة، المدن. البوادي، لا أنطقها. نوع الهمزة، همزة وصل. السؤال الخامس، أكتب أربع كلمات، الأولى والثانية تتضمنان همزتي قطع، والثالثة والرابعة تحتويان على همزتي وصل. كلمات تحتوي على همزة قطع، أقبل، أنار، إدارة، أقلام. كلمات تحتوي على همزة وصل، المدرسة، اسم، المعلمة، الحضارة. السؤال السادس، أقرأ مع أصدقائي وصديقاتي الفقرة ما قبل الأخيرة من نص بلاد الصين، ونستخرج منها ست كلمات، ثلاثا منها تتضمن همزة الوصل، وثلاثا منها تتضمن همزة القطع، ونبين متى ننطق بالهمزة ومتى لا ننطق بها. كلمات بها همزة وصل، البلاد، الخارقة. كلمات بها همزة قطع، أهلها، أشياء، إن، أحجار، أخشاب، إلى، أيديهم. السؤال السابع، أنشئ جملتين ترتبطان بمجال الحضارة الصينية تتضمن كل واحدة منهما همزة وصل وهمزة قطع. الجملة الأولى، تتميز الصين بثقافات وعادات أهلها. الجملة الثانية،
أتقن الصينيون صناعة الخزف إتقاناً.